السلام عليكم شباب، إن شاء الله الجميع بخير. اليوم جيناكم بفيديو جديد في 2023، إن شاء الله تنعاد علينا وعليكم بخير والصحة والعافية. معنا اليوم تويوتا فيرسو اس راكتيز 2011. حاولنا نركب لها شاشة تعمل بنظام الأندرويد قياس 7 إنش، بس ولكن الطريقة ما نجحت. بس ولكن لأنه شفت في تعليقات عندي على القناة عم يطالبوا بسيارة بنفس النوع، إنه كيف طريقة الفك الراديو لهالسيارة، هاي الراديو الأصلي تركيب شاشة. أحد التعليقات عم يقولوا إنه ما شاف ولا فيديو باليوتيوب يتعلق بهالسيارة هاي، فحبيت نزل الفيديو على طريقة تركيب الشاشة لهالموديل هذا من السيارة تويوتا فيرسو اس راكتيس ابتداء من 2010، هيك شكل الثابل الأصلي. فحبيت أخلي هالفيديو هذا تعليمي للناس اللي حابة تعرف طريقة فك الراديو الأصلي تبع السيارة. بنهاية الفيديو راح أحط لكم صورة كيف بتكون الشاشة راكبة عنا بالشكل النهائي، وإن شاء الله بالأيام القادمة راح أحاول أنزل فيديو كامل على تركيب شاشة لهالموديل هذا. طبعا زي ما قلت لكم حاولنا نركب شاشة، بس ولكن صار عنا مشاكل بالتوصيل مثل ما هتشوفوا هلا بالفيديو. فحبيت أنزل فيديو زي ما قلت لكم لحتى تشوفوا طريقة فك وتركيب الراديو الأصلي. هون بهالسيارة ردنا نركب شاشة قياس 7 إنش. كان عن صاحب سيارة شاشة بنظام الأندرويد ولكن 7 إنش، طبعا السيارة هاي بركب شاشة قياس 9 إنش. جبنا 7 إنش مع الكفر المناسب إلها، مثل ما شايفين بالصورة جبنا الكفر المناسب بركب عليه شاشة 9 إنش. حطينا الأول جوانب سدات على الجوانب مشان تركب شاشة قياس 7 إنش. طبعا الشاشة ركبت على الكفر بشكل نظامي والكفر كان مناسب للسيارة، بس ولكن واجهتنا مشكلة أثناء التركيب بخطوط الكهرباء او الفيش الخاصة اللي بالسيارة. مثل ما شايفين فيش كتير طالع بالراديو الاساسي، هيك فيش الراديو لازم يكون جاي الشاشة جدا بهالشكل هذا. طبعا الفيش اللي كانت مع الراديو حابين نركبه كانت بهالشكل هذا، وجبنا فيش تاني بهالشكل هذا، حاولنا نوصل يدوي
بس ولكن رابي ما رضي ياخذ ولا امر خاص بالكهرباء او امر خاص بصوت السماعه، فلازم بهالموديل هذا نشتري كابل اساسي حصرا مناسب الكيش الظاهرة خلف الراديو مثل ما شايفين عقب الصورة، بالإضافة إلى كان بوست لحتى تتعرف الشاشة على السيارة والسيارة على الشاشة وتاخذ كل المواصفات الموجودة فيها. فقررنا نرجع كل شيء مكانه، نوصي على شاشة جديدة مع كفر جديد مع وصلات كهرباء جديدة مع كان بوست تجي أساسية للسيارة. بس ولكن حبيت خلي هذا الفيديو تعليمي للناس كيف بفكوا الراديو الأصلي للسيارة، وإن شاء الله بس جبنا الشاشة الجديدة مع الكوابل الجديدة الأساسية راح ننزل كمان فيديو ثاني نشرح فيه أكثر على الميزات الداخلية توصيل الكوابل وأي شيء بيتعلق بهالسيارة هاي. طبعا لا تنسوا تضلوا معنا لآخر الفيديو شوفوا طريقة التركيب كيف، وبآخر الفيديو زي ما قلت لكم راح أحط لكم صورة للشاشة كيف تكون راكبة بالنتيجة النهائية. Can only take so much.